السلام عليكم بنات الحبيبات دياولي، الغزالات دياولي، كلكم بخير، كلكم على الف خير. نقولكم بصراحة ضيقت انا، طال لي اليوم الدمع. عرفتي علاش؟ حاجة واحدة بسيطة، انتوما دابا شفتوني لابسة واحد التريكو هنايا، من هنايا شوية كي شوية شفاف، صافي انا ما مزياناش. ودوك اللي كيبقاو عريانين وكيكوزو وكيديروا الحالات المصيبات الكحله، هذاك انا مسلمه عارفه ما بيني وبين الله، راه كاينين مديرين الحجاب ومصيبه كحله، وكاينين المنافقين وكاينين الكذابين وكاينين اللي كيديو الرزق عباد الله. كتشوف اللبس، لكن غادي لكن غادي نميز بنادم على حسب لبسه، راه مصيبه كحله، راه مشينا فيها نيشان. انا الحمد لله ما كندي ديال حد، ما كناكل ديال حد، ما كنكذب على عباد الله باش نطلع البوز، ولا ما كننافق عباد الله باش نطلع البوز. واخا عزيز عليا اللباس، عزيز عليا نوريكم المنتوجات ديالي، عزيز عليا نضحك معاكم، عزيز عليا نبارطاجي لكم الحقيقه. واش بغيتي نضحك علي؟ واش بغيتو انا نضحك نكذب عليكم بحال بزاف الناس كيكذبوا عليكم؟ هادوك كتحبوهم، علاش انا يا زعما؟ انا كتشوفوني كنضرب تمن على ولادي، مرأة بثلاثة الولاد، عندي ثلاثة الولاد ايتامة، اش كندير؟ كنبان ليكم انايا كنخرج في فيديوهات، كنبين راسي زعما، كنشوفوا البنات، كنعطيكم ايجابيات، كنعطيكم عيشوا الحياة، ديروا داكشي اللي بغيتو، خافوا من الله، البشر ما عنده ما يعطيك، فهمتوني؟ راه ماشي غادي اختي انت اللي كتلوميني واللي كتقولي ما كتعرفيش شنو كندير وما كتعرفينيش شنو كنسوفري، فهمتيني؟ من اللي نهار اللي دارت ليا بوكيمون والعين طوبه ديال مدريد، باغيني يطيحوني، عجبكم الحال ياك؟ انت ما مزياناش، انت يا فاعل وانت يا تاركه، واللي كيعرفني عارفني انا مزيانه وعارفني كنساعد على قدي، انا راه خدامه، انا راه كنتخلص من الشر، ترى انا ما كان ناخد فلوس كوميسيون، انا كناخد خدمتي كنديرها كنسالي سالينا، مني ترجمانه، مني فيرم اليوم، مني كنقاد اورغانيزيشن ديال كلشي. بالعكس باش تعاونوني وتوقفوا في جنبي، انا درت الكريم ديالنا اللي معروفه في السوق سميتها تيراش، رجع نوريها لكم. بالعكس باش توقفوا، كنعطيكم ايجابيات، كنعطيكم بركين، كتقولوا حق انت ماشي مسلمه، وانت راجل، كان اللبس اللي غادي يقول لنا واش حنايا مسلمين ولا لا، راه مصيبه، وحكموا بالحق. ملي انا كنقول لكم الصراحه ما كتعجبوه ما كيعجبوكمش، علاش ما كيعجبوكمش؟ انا ديما كنقول لكم الصراحه، كنقول لكم النصائح الطبيين، كنقول لكم عندي برومو ديال هادي، وانا كنبقى معاكم، كنتحارب معاكم، كنعطي المجتمع شي حاجه زوينه. واش انا كنعطي المجتمع نزير انايا؟ وكنا كنعرفو نزيرو، اي وحده تعطيها كسيوه وليبر تبان واعره، ولكن صعيبه تكوني امراه وتكوني مكافحه. ملي الوالده ديالو الوالد ديالي عارفيني انا هنايا وبوحدي، ما عندي الا الله سبحانه وتعالى، ما عندي حليل ولا رحيم، ما عندي لا رحيم ولا رحيم، فهمتوني؟ اش بقى باش توقفوا في جنبي تقولوا مسكينه صح، بعيد على ولادي، بعيد على والديها، كنت هكافح مع الدياب، دايرين بيا الدياب، كيشوفوني باركة بشوية بشوية، كنستاجد، كندير، كنفعل، دايرين بيا الدياب، باغين بأي طريقة يطيحوني باش تكون نتوما في جنبي. هادي سارة كتستاهل، سارة خاصة نوقفوها، سارة غادي. عارفة انا المغاربة، الله يعمرها دار، عارفة انا المغاربة كيبقيو فيهم البنات بلادهم، عارفة انا المغاربة كيساعدوا بنات بلادهم، هما نتوما كتساعدوا هذوك اللي ما كيعطينا والو في المجتمع، كيعطينا من الحزام لتحت، وكيعطينا تمثيليات. واش بغيتو مسلسلات تركيين؟ انا ما غاديش ندير لكم مسلسلات تركيين، انا خاطين مسلسلات تركيين، لاش مكاينين دوزيم وكاينين هذو المسلسلات، انا ما كنديرش مسلسلات وما كنديرش فانتاسيات،
عندي عندي ما عنديش ما عنديش، كنت كمش كان ناس كان هذا، فهمتوني؟ بالعكس ما خصكم ما خصكمش تشوفوا اي حاجه تلوموني فيها ولا اي حاجه، بالعكس بغوا لي الخير، بركي الا بغيتوا لي الخير ربي غادي يعطيكم الخير. ولا شجعتوني كتشجعوا بنت اللي كتستاهل، اللي عطات المجتمع، كيقولوا لي انت يا مراه حديديه عطات المجتمع كون كل مراه مطلقه ما خصهاش تفسد، كتقرا وكتزيد لقدام، ما خصهاش تفسد باش تولي مزيانه، ما خصهاش تفسد باش تولي عندها تولي كابابل. بالعكس خاصنا نوقفوا مع الانسان اللي كباب، اللي كتعطي المثال ديال المراه المغربيه الحديديه اللي كوراجو، اللي كتمشي تتكافح وتتقرب على الطرف ديال الخص في مكان نوعه. يعني يقولوا لي صيفطوني شينو نمشي، وما نعرفش شينويه، وما نعرفش شينويه نمشي، انا فين انا مالي بايا سميتو جاك، الوالد ديالي سميتو محمد، سمى راسو محمد، كاش كنعرف لونجلي البنات علاش نافقكم؟ كيفاش كنعرف اللونجلي؟ كنتعلم وباقي كندرس وباقي كنتعلم ومازال باغا نتعلم، انا ما فاهمه والو في الدنيا، الدنيا صرفقاتني ودورتني كما باغا، ودوروني الدياب وضحكوا عليا علاش ملي البركه كطيح كترز جناوي كما كيقولوا. انا ما ظلمت بزاف وما خديتش حقي، ولكن كنطلب من عند ربي سبحانه وتعالى داك العذاب كله، بغيت حاجه واحده يطلعوا ولادي صالح، بغيت حاجه واحده ربي رزقني بولاد حلال، يا ربي بعدني من ولاد الحرام كما بعد السماء مع الارض، ولا الحرام يبعدوا لي كما بعد السماء مع الارض، ما بغيت شي حاجه حرام. ما عرفت مالكم والله، كنوريكم كل شيء، كننصحكم بكل شيء، كنوريكم برودويات، كنوريكم، ما كنكذبش عليكم، ما كندير لكم شي مسرحيات باش ندير البوز ولا ندير شي حاجه. انا كيما انايا كيما غادي تشوفوني في الزنقه راه غادي تشوفوني في الحقيقه، بالعكس خصكم توقفوا معايا. درت منتج زوين، درت منتج لي شحال من واحده كتقول لي الله يرحم بها الوالدين، شحال من واحد كيقول لي اصيلا ساره بغيت ليك ديما توقعي الفوق، جبتي لينا شي حاجه زوينه، كنعطي شي حاجه زوينه، كنعطيكم نصائح طبيه، كنعطيكم طاقه ايجابيه. دوك ماشي المراه صافي صافي طلقات ومبقاش عندها حياه، لا مرقه طلقات ومشي، مالكم ما كنتوش كتشوفوني انا ملي كنت في واحد البيت وخارج الزنقه بدون غياب والو، كل ما كانوش والديا فين اش ناكل مع ثلاثه الدراري اش ندير، خاصني نخرج الزنقه لا ليها، وين كتبوا فين اش غادي ندير، اش غادي جهدي درت حنايا خرجنا في شو هنا درنا شوف تي بي درنا الهلاله ما درنا والو، تشوهنا بلا فايده، وكره كنت نعرف غادي نتشوه بلا فايده والله ما نديرو. وحكموا نتوما بالحق، حكموا نتوما بالحق، ولا لقيت تلقاوني انايا ما كنديرش الصلاح قولوا، ما كتشوفوني انا كنجي من قرنش الطابه لتركيا باش نضرب تماره باش ندي وليداتي في الاخر ديال الشهر شي مصروف، مالو باهم باهم هذاك الميت كيصرف على ولادي، مالو راه ما الا ما جاش راه ولاد كياكلوا ولاد كيلبسوا ولاد كيديروا، انا ما خايده حتى شي معاونه اخوتي، علاش عندي الوالد ديالي ما يعطوهاش ليا، ولي عنده شي ورقه ديال شي حاجه ديالي يوريها، ولا عنده شي حاجه ديالي يوريها، انا كاين انا ما كنتهرب من حتى شي حاجه، انا معاكم كاين، خصكم تكونوا في جنبي بوك مخصوصه بيكم، نتوما اللي كتعطوني الطاقه، نتوما اللي كتعطوني نزيد لقدام، نتوما اللي كتعطوني، كنشوف انا بوكيمونات دايرين حاله في هادو وكتابعوهم، وحده كتكافح وكتعطي شي حاجه زوينه، راه اللي قالتها وقلتها وقلتها، اللي ما عنده زهر ما عنده زهر تا في خلي ضربو خلاوها، شنو ما غادي نقول لكم، الله يديم اخلاق، الله يعطينا على حسب نيتنا، الله يعاون كل بنت مظلومه، وكاينين بزاف مظلومين، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، اللي ندمونا اللي قهرونا اللي حسبي.
حسبي الله ونعم الوكيل. سلامة، يا رب تكونوا وتوقفوا في جنبي كما احتاجكم.